الذرة ما بقينا كنتجو والو، وغرام ما كايناش. اش قولي له الذرة ايه؟ والذرة الاخوان هي الماكلة الأساسية ديال الدجاج، وإذا ما كنتجوش الذرة اش كياكلو الدجاج؟ دي برودوي شيميك، مواد كيماوية، وحنا كنموتو كنمرضو. هادي حقيقة لا نقاش فيها. حنا الدجاج كياكلو الذرة، الذرة ما بقيناش كنتجو زيرو، ابتداء من 2014 حتى 2013 والو. معنى ان انت ملي قلت لنا غطيح من المسافه الفلاحيه ديال الحبوب حيت الذرة، لان كنت عارف راسك غتجيب معامل ديال الكيماويه بهم غتربي الدواجن، المغاربه ياكلوا الدجاج المسموم المنفخ في الشيميو. هذه السياسه ديال الحكومه الحاليه. لا ما كاين لا حقوق الانسان، لا داك دار ولا ديستي ولا المخابرات، ولا دايرين له الراديو ولا دايرين له الميكرو ولا دايرين له ما عرف شنو اللي كيصور والو. هذه قضيه ديال الحبوب، الماكله ديال الدجاج وديال البشر. لا ما كاين لا خرافات شحال والو، ما كاين لا الديمقراطيه لا تزول الانتخابات لا المخابرات كيديروا كيديروا الفيديوهات ولا الكاميرا في ديور عباد الله ولا كيديروا لك التصنت. هادي حكومه فاشله، لان علاش كاين الزرع الفرينه طلعت؟ فرينه طلعت لان مدعمه، وثانيا فريمه مرض،